بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنكمل دلوقتي مع بعض باقي الدورة الشاملة في برنامج بروكون، اعداد مهندس ايمن محمد انديل. المثال بتاعنا النهاردة هو عبارة عن مجموعة امثلة في تصميم الاعمدة بكل انواعها وبكل حالاتها. خدنا تصميم عمود بسيط ودرسناه من البداية للنهاية. هناخد دلوقتي تصميم مجموعة كاملة من الاعمدة، هنشوف بنعملها ازاي. نقول له سكيب ونخرج من باوربوينت وندخل على البرنامج بتاعنا لسطح المكتب. هقول له بروكن او بروكن، بلاش بروكن، بروكن معناها مكسور. هنقول له ريكتانجلر كولوم، وهنستعرض مجموعة من الدروس الهامة. احنا خدنا الدرس الاول، هناخد الدرس التاني هو شورت كولوم ويز ان اكسيال لود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في عندنا مومنت في اتجاه ومومنت مفيش مومنت في اتجاه التاني. بمعنى زي ما احنا شايفين هنا الاتش 345، اما البي ب230. الاتش هنا اكبر من البي، يبقى ده قطاع مستطيل احنا شايفينه. بعد كده دي داش اكس، اتفقنا اللي هي المسافة من نص القطر الى النهاية، خدناها هنا 45 وهنا 45. ال نوت خدنا طول العمود، هناخده برضو بتلاتة، نثبت التلاتة دي عندنا. وبعد كده اف سي 30، اف فيلد 450. كده الداتا دخلناها بريزد وبريزد، لكن المرة دي مش توتال فيكسد او فولي فيكسد، هناخدها بارشال فيكس. نفس الكلام في اتجاه واي، بارشال فيكسد. لو شلنا في اتجاه بارشال فيكسد وشلنا منه البريزد هيبقى 1.3، اما لو حطينا البريزد يبقى 8.10. لو القيمة دي عايز اغيرها او الافكتيف لينس فاكتور عايز اغيرها، ممكن اغيرها حسب الكود بتاعي المستخدم، او ممكن من هنا من فايل اقول له ديزاين كود واختار نوع كود بتاعي الاي سي اي 2005 او 2001 او 1999، بس احنا غالبا هنشتغل بيه الكود البريطاني 1997. بعد كده خلصنا الانبوت داتا وعرفنا يعني ايه الافكتيف لينس. هنخش على الديزاين. ده شكل العمود في الاتجاه الطويل اللي هو التي، وده اتجاه البي. ده المومنت نتيجه الايه، نتيجه المومنت اللي انا ضايفه اللي هو حالتين التحميل. ديد لود البي بتاعتها ب 495، والام اكس من بتاثر على التوب في اتجاه الاكس مقدارها 50. اما في الحاله الثانيه ديد لود زائد لايف لود البي بتاعتهم ب 783، اما المومنت ب 35 فقط. يبقى عندنا 35 في اتجاه اكس و 35 في اتجاه اكس برضو، بس ايه في البوتوم. اصبح دلوقتي في مومنت اهو شايفينه قدامنا 50، ومومنت تحت 25. الكلام ده لود كيس واحد. لو غيرت اللود كيس دي هيقول لي في لود كيس 2 اهي، اللي هي 35 و 12. لو دخلنا على الديزاين، ده شكل المومنت مرسوم اللي هو الانيشال اللي انا مدخله. اضفت عليه الاديشنال نتيجة اللامركزية للتحميل، مفيش طبعا هنا اللامركزية، فبالتالي ادى الكلام ده الى ان الام مينوم الام اكس مينوم ب 13.5 مينوم اكسنتريستي، والام اكس اساسا انا مدخلها 50، يبقى انا هصمم على الاتنين مع بعض او اصمم على الكبير. طب لو دخلنا هنا نفس الكلام، هنا بالنسبة للاند كونديشن في اتجاه القصير، الام بوتوم بصفر، الام واي بوتوم بصفر، الام واي توب بصفر، لان عندي في اتجاه اكس فقط المومنت، لكن هنا في اتجاه واي اصفار. لذلك اخش هنا هبص الاقي الام واي هنا بصفار، هصمم على المينيموم اللي هو 9 كيلو نيوتن على كيلو نيوتن في المتر. بالنسبة لحالة الديد لود عندي النورمال والام اكس اديشنال بصفر، ام واي اديشنال بصفر، الام اكس معطى، والام ميدل برضو بجيبه نتيجة النسبة والتناسب بين العلاقة دي 25 و50. اقدر اجيب المومنت في الميدل اللي هي القيمة دي، هتطلع 20. بعد كده الام واي بصفار، ام داش اكس ب50، 20 25. ده الكيس رقم واحد. لو قلت له نيكست بيدخلنا على الكيس رقم اتنين اللي هي الحالة التجمعية للحالة الأولى والحالة التانية اللي هي ديد لود زائد لايف لود.
شايفين طبعا نفس الكلام هنا، ده الانيشال او اللي انا مدخله معايا، ومفيش اديشنال مومنت عشان مفيش اكسنتريستي، بيديني برضو نفس المومنت، والمينيموم بتاعه اللي هو 13.5، والمينيموم هنا اللي هو 9 مينيموم اكسنتريستي. وبصينا على ديزاين شارت برضو العلاقه بين الاكسيال لود والبندنج مومنت في اتجاه اكس، بنتحرك المؤشر، بنقف عند النسبه اللي احنا عايزينها، والحمل بخش بالحمل، والمومنت عند الكيرف اللي عندي بطلع بقيمه الانتراكشن دياجرام او الاكسيال لود داله في المومنت حسب الكيرف اللي انا عامله. نفس الكلام زاين شارت اللي خدناها قبل كده في الخرسانه، دي مجموعه من الكيرفات بنسبه 0 1 2 3 لحد 6 ومتدرجه من 10 لحد 190. المومنت ماكسيموم هنا 172، والنورمال ماكسيموم هنا اللي هو 482. يبقى اقدر اقول الحمل انا واقف عليه دلوقتي الاكسيال لود هنا بالسالب، اتحرك اخش عند الاكسيال لود اللي انا مدخله واديني مومنت المقابل ليه عند التشارت او الكيرف اللي انا داخل عنده. نفس الكلام لو قلت له هات لي كالكوليشن شيت هيجيب لي الجيفن داتا اللي احنا اتفقنا عليها، ونفس الكلام وخطوات الحل، وهنا الديزاين ابروتش والاسامبشن اللي هو افتراضها تمام، وال اللي افكتيف اكس على الاتش ده طبعا بنختبر العمود سلندر وشورت، وبنحسب ال اللي افكتيف وقلنا اللي هي هتبقى القيمه اللي احنا اخترناها اللي هي 8.10 في اللي نوت هتبقى 2.4. ده شكل المومنت واللي احنا استعرضناه قبل كده، ده شكل التشارتات اللي احنا اتفقنا عليها. بعد كده reinforcement required هيبقى 41% من القطاع الخرسانة اللي هو 324. نفس الكلام هنا 324. يبقى في حالة اللود كيس واحد الاريا اس سي بتساوي 41% في بتساوي 324. 324 دي جبتها منين؟ من ضرب 41% في قطاع الخرساني اللي هو انا مدخله في الانبوت اللي هو 345 في 230. لو دخلنا على البندنج سكيدولز او شكل الكنات اللي انا بختارها او شكل التسليح، هقوله سكيدول فايل نيم ده اسميه اي اسم، بعد كده ديامتر اوف كورنر اختار القطر بتاع الاقطار الجانبيه او الاركان، فاخدتها 16 ممكن اخدها 20 بنشوف القطر بيزيد، هختارها 16. بعد كده عايز كام ميدل بار في اتجاه اكس، هقول له حط لي 2 ميدل بار في اتجاه اكس تمام. طب عايز كام القطر بتاعهم كام، هقول له حط لي القطر بتاعهم 12 تمام. بعد كده عايز كام ميدل بار في اتجاه واي، في اتجاه واي هقول له حط لي 3 تمام. عايز القطر بتاعهم كام، 12 برضو. هكال ليفل ات بوتوم يعني المستوى عند البوتوم ادخله بصفر، المستوى عند التوب بتلاتة، ده طبعا ارتفاع الدور. بعد كده اللينك بارامتر ده كانت فوي 8 سبيسنج 16 او 16 سنتي يعني 160 ملي اثبتها. نمبر اوف لينك اختار النمبر اللي انا عايزه، الشكل اللي قدامي كل لينك من دول له رقم. هنا سنجل لينك يعني كان واحده بس مربطه على 4 عمدان، وهنا كان واحده مربطه على على 4 سياخ، وهنا مربطه على 4 سياخ، لكن في كان مربعه برضو متعامده عليها بتديني تربيط اكتر، وهنا نفس الكلام بيزيد على السياخ فبنزود كانت وبنزود شكلها. ممكن احط لها الشكل ده برضو، انا ارجح الشكل ده هيبقى افضل، لذلك نحط له رقم 3. ممكن لو قلنا له رقم 4 يغيرها، دخلت 4 واضغط هنا بيغيرها، لكن انا هختار رقم 3.
بعد كده اقول له اللاب لينس، يعني اللي هو الاوفرلاب اللي احنا متعودين عليه، ادخله 45، ممكن ادخله 65، لكن في التنشن 45 طبعا بيبقى في الكومبريشن حسب الكود المصري. بعد كده فيرست بار اوف مارك اللي هو ايه اللانجوج الانجليزي. بعد كده كولوم كونتينوس يعني مستمر ولا لا. بعد كده ستارت بار اونلي. بعد كده دبل لينك ات كينك يعني زود الكنات في منطقة الانضغاط زي ما احنا شايفين هنا. وبعد كده سيف بي اس احفظ الملفات. ممكن تخلي سكتش سايز نخليه 5 او نخليه اي 4 او اي 5. الليفل ممكن نخليه بالمتر، ممكن نخليه بالمليمتر زي ما احنا عايزين، نخليه بالمليمتر. وممكن نختار برضو الشكل ده نجرب يبقى ازاي. لو قلت له 2 وقلت له كده طبعا مش هينفع الشكل ده لان عد كانت هنا كبير، فخليها رقم 3 و اوكي. يبقى احنا كده خلصنا قلم ويز ان اكسيال لود او ان اكسيال بيندنج، يعني عليه حمل محوري وحمل نتيجة المومنت ولكن في اتجاه واحد. لو افترضنا ان احنا عندنا برضو بريزد سلندر ولكن باي اكسيال لود، يعني في 2 مومنت، نفس الكلام برضو هندخل نفس الداتا. نلاحظ ان الافكتيف بتتغير حسب نوع السبورتنج. نفس الكلام هنشوف الديزاين بتاعه، وده شكل الاديشنال مومنت نتيجة اللي فيه هنا. بقى في هنا اكسنتريستي، فالاكسنتريستي هتعمل لي مومنت اضافي في اتجاه اكس، اما اديشنال في اتجاه واي زي ما احنا شايفينها. اما اديشنال بيساوي 20.4، فبالتالي الام واي توب اللي هي جيفن مقدارها 30، والام واي اديشنال هنا بقى مقدارها 10.2، فبالتالي هيبقى المومنت التصميمي هنا 32.4. نفس الكلام هدخل هخش على التشارت والتشارت، وبعد كده هخش على الكالكوليشن شيت، وبعد كده هبص على شكل المومنت. نفس الكلام ونفس طريقة التسليح، هدخل برضو البروفايل بتاع التسليح اللي انا مختاره، ودي المساحة في اتجاه اكس، مساحة التسليح المطلوبة في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، ونفس الاوبشن اللي درسناها قبل كده. وبكده يبقى احنا خلصنا دراسة تصميم الأعمدة باستخدام برنامج البروكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.